بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام. رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة. زره عطشانا، جائعا، حزينا، مكروبا، هذه جملة من الصفات التي وردت الإشارة فيها من قبل أهل البيت عليهم السلام في رواياتهم المباركة بأنك كيف تأتي إلى زيارة الحسين عليه السلام. الكثير من الروايات تحدثت عن أنك مثلا إذا أردت أن تأتي إلى المسجد وتصلي فيه يستحب لك مثلا أن تضع العطر، يستحب لك أن تلبس الملابس الجميلة، يستحب لك أن تتزين، هذه كلها من المستحبات التي وردت الإشارة إليها في كتب الفقه إلا زيارة الحسين عليه السلام. ورد استحباب عكس ذلك. القاعدة العامة في زيارة الحسين عليه السلام بأنك تأتيه بهذه الصفات التي ذكرناها، تأتيه حزينا، مكروبا، جائعا، عطشانا، شعثا، غبرا. هذه لماذا؟ لاحظوا، أولا نقرأ عليكم نصوص الروايات المباركة ثم بعد ذلك نأتي ونبين العلة في ذلك. الرواية الأولى وردت عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أردت زيارة الحسين عليه السلام فزره وأنت كئيب، حزين، مكروب. لاحظوا هذه الصفات: كئيب، حزين، مكروب، شعث مغبر، جائع عطشان. فإن الحسين الإمام الصادق عليه السلام يأتي ويبين العلة في ذلك. فإن الحسين قتل حزينا، مكروبا، شعثا، مغبرا، جائعا، عطشانا. أنت عندما تأتي إلى إمامك يجب عليك أن تواسيه، أن تكون بنفس حاله التي قتل عليها، بنفس حاله التي كان يعيشها في يوم عاشوراء. هل يعقل بأنك تأتي إلى زيارة إمامك المظلوم الجائع العطشان وأنت بخلاف ذلك؟ هل الإنسان يقبل على نفسه بأنه يأتي إلى صديقه، إلى أخيه المؤمن، ويعلم بأنه صاحب مصيبة، وأنه جائع، وأنه عطشان، وأنه محزون، وأنه مكروب، ومع ذلك يأتيه بخلاف هذه الحالة، يأتيه وهو فرح، مسرور، شبعان، مرتوي من الماء؟ أي إنسان إذا رأى هذا المنظر لا يرضيه هذا الفعل. لماذا؟ لأنه يقول له أن أخيك أو أن أخاك هو في هذه الحالة التي أنت تراها، فأنت لماذا تأتيه بخلاف هذه الحالة؟ يجب عليك أن تأتيه بنفس هذه الحالة التي هو يعيش بها. وهذه هي المواساة بعينها، وهذا هو معنى المواساة. لذلك الإمام الصادق عليه السلام يقول ويعلم المؤمن الزائر بأن الحسين عليه السلام قتل بهذه الحالة. فأنت أيضا يجب عليك عندما تأتي إلى زيارته تأتي بهذه الحالة التي كان عليها الحسين عليه السلام، حتى تشعر بما شعر به، حتى تواسيه، حتى تكون له في نفس المورد الذي كان يعيشه في يوم عاشوراء. ثم قال الإمام الصادق عليه السلام: وسله الحوائج وانصرف عنه ولا تتخذه وطنا. هذه قد تكون في زمن تقية، لأن هناك الظلمة، الجلاوزة، كانوا يراقبون من يحضر عند قبر الحسين عليه السلام. فأي شخص يطيل المكوث عند قبر الحسين عليه السلام كانوا يعذبونه، يقتلونه، يرفعون أمره عند سلطان الحاكم. فالإمام الصادق عليه السلام أخبرهم بأنهم اذهبوا إلى الزيارة واسألوه الحوائج وانصرفوا، لا تتخذوا هذا المكان مكان مبيت، مكان وطن لكم، حتى يحفظهم من القتل ويحفظهم من هذه الأضرار التي كانوا يعيشونها في ذلك الزمان.
كذلك في رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أردت أنت قبر الحسين عليه السلام فزره وأنت كئيب حزين شعث مغبر، فإن الحسين عليه السلام قتل وهو كئيب حزين شعث مغبر جائع عطشان. هذه أيضا إشارة أخرى من الإمام الصادق عليه السلام بكيفية حال الزائر المؤمن الذي يريد أن يأتي إلى قبر الحسين عليه السلام. كذلك في رواية أخرى: أنا أقتطع فقط موضع الشاهد، أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام قال، يقول للراوي: تالله إن أحدكم ليذهب إلى قبر أبيه كئيبا حزينا وتأتونه أنتم بالسفر. هذا توبيخ، هذه شدة في كلام الإمام الصادق عليه السلام، أراد أن ينبه المؤمن بأنك إذا أردت أن تذهب إلى قبر أبيك المتوفى كيف تذهب إلى قبره، كيف تزوره، تزوره وأنت حزين وأنت كئيب، لا تأخذ معك الطعام، لا تأخذ معك السفر، لا تجعل ذهابك وزيارتك لقبر أبيك نزهة ترفيه لك ولأولادك، لا، تذهب بهيئة الحزين، بهيئة الإنسان الكئيب، تجلس وتبكي عند قبر أبيك. فكيف أنتم بعضكم يأتون إلى قبر الحسين عليه السلام بالسفر وبالموائد وبالطعام اللذيذ وتجلسون عند الحرم الشريف وتأكلون هذه الأنواع الأطعمة؟ كلا حتى تأتونه شعثا غبرا، يعني الإمام الصادق عليه السلام يقول لهم إذا أردتم أن تأتوا إلى زيارة الحسين عليه السلام ائتوه بهذه الحالة. هنا قد يسأل سائل وقد يطرح في بال البعض بأنه إذن ما هو حكم هذه الموائد التي نراها على كل الطرق من أقصى نقاط العراق إلى مدينة كربلاء؟ هل هذه فيها إشكال؟ لا بالتأكيد، هذا ورد الاستحباب كثيرا من أهل البيت عليهم السلام على إطعام الطعام وعلى إقامة الموائد وإقامة الطعام للمؤمنين. المقصود بالزيارات بالروايات التي ذكرناها بأنك أنت أيها المؤمن أنت لا تصطحب معك طعاما لذيذا، لا تأتي بالطعام اللذيذ وبالسفر وتجعل كأنك تذهب إلى سفر وإلى نزهة. إذا المؤمن قدم لك طعاما نعم كل هذا الطعام، وفيه استحباب أيضا لأنك تدخل السرور على قلبه، وهذا ما نجده عند أصحاب المواكب، كم يفرحون عندما يجلس عندهم زائر واحد ويأكل من طعامه، شعور لا يوصف عند أصحاب المواكب. ولكن أنت لا تصحب معك طعام، تعال له جائعا عطشانا حزينا، ولكن إذا أحد قدم لك الطعام فلا بأس في ذلك. وأيضا تستطيع أن تجعل هذا الطعام نعم تأكله، ولكن عندما تذهب إلى البيت، تذهب إلى الاستراحة مثلا وتريد بعد ذلك أن تأتي إلى الزيارة، في هذه الفترة من بيتك إلى الزيارة لا تأكل شيئا، لا تشرب شيئا، حتى تكون واردا على الحسين عليه السلام وإلى الحرم الشريف وأنت بهيئة الجائع، وأنت جائع عطشان مغبر شعث كئيب حزين. هذا أيضا من الممكن، من أحد الطرق التي نستطيع أن نلتزم بها بما ورد في الرواية المباركة. جعلنا الله وإياكم من الملتزمين بتعاليم أهل البيت عليهم السلام بخصوص آداب زيارة الحسين عليه السلام، ومن الذين ينالون شفاعتهم إن شاء الله تعالى في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.